مونولوج النهايه. هتقول كلمتين من قلبك وبمنتهى الصدق على المسرح. حلوة قوي الجمهور اللي قاعد، حلوة قوي انهم كلهم قاعدين في الصمت وهدوء عشان يسمعوا الكلام اللي هقوله، والناس كمان اللي قاعدين في البيت دلوقتي تسمعوا كلمتين كده من واحد عنده شوية خبرة في الحياة. من شوية هي سألتني مين قدوتك؟ قلت لها أنا ماليش قدوة، أنا مقتنع بحاجة، كل واحد فينا عنده بصمة في صوابعه اللي بنعمل بيها الفيش والتشبيه، مفيش واحد زي التاني. أنا مقتنع إن زي ما عندنا بصمة في إيدينا عندنا بصمة أقوى منها بكتير في مخنا. كل واحد ليه شخصية منفردة، مش هينفع حد يبقى زي حد أو شبه حد أو يقلد حد. ربنا خلق كل واحد فينا منفرد عن الآخر في شكله، في طباعه، في إحساسه. واللي بشوفه إن إحنا مفروض نحترم ده، نحترم بعض، نحترم اختلافنا، حتى الواحد يحترم الشكل والهيئة اللي ربنا خلقه بيها. حتى لو الهيئة أو الشكل اللي ربنا خلقني بيه بعض الناس شايفينه إن هو مش حلو، أنا لما هبص في المراية هقول الله شكراً يا رب خلقتني مختلف منفرد ماليش مثيل. كل واحد فينا ملوش مثيل، ودي حاجة حلوة قوي إن إحنا نحط نفسنا في قالب ونقفل على نفسنا ونبقى قوالب قوالب قوالب. أنا بشوف إن ده حاجة مش ذكاء مننا، إن الواحد يقعد يكتشف إمكانياته وقدراته، هو ده الشخص الذكي اللي بيقدر يعيش في الحياة وهو مبسوط وراضي، والرضا ده بيعمل له سلام داخلي، وده أحلى حاجة في الدنيا. يا رب دايماً كلكم يبقى عندكم سلام داخلي ورضا. شكراً ليكم.